هنرجع للتقديمة اللي بدأنا بيها منذ قليل هذه الفترة من فترات أو في الفقرة دي من فقرات الحوار. معنا على الهاتف الدكتور حسني غندر، لاعب كرة القدم السابق في عدد من الأندية في مصر ورئيس الاتحاد الرياضي للشركات في مصر. دكتور حسني غندر، مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير أخي محمد، وأهلا بك وأهلا بقناة الأهل العزيزة، وأهلا بالله أحمد ناصر الزميل العزيز اللي بيشرفنا في المحافل الرياضية الخارجية. تفضل حضرتك لو عايز تسلم على حبيبي دكتور حسني. انا سعيد بحضرتك وبشكرك على ان حضرتك تبقى في مداخله معانا، ويعني الحقيقه حضرتك قدوه بنحتذي بها وبنتعلم منها، فربنا يدي حضرتك الصحه يا رب دايما ويخليك لينا، لان بتعلمنا كتير في معاملاتك الرياضيه ومعاملاتك المجتمعيه ووقوفك مع كل الناس من صغرها لكبرها حتى لو حد ما تعرفوش. فالحقيقه يعني ربنا يبارك لنا فيك. لا ربنا، يعني هو تواصل الحقيقه سياده اللواء، يعني ما كناش يعني نقدم حاجه لبلدنا ولزملائنا اللي امثالك اللي بيمثلونا في المحافل الدوليه زي افريقيا والاتحادات الدوليه، يبقى احنا ما عملناش حاجه الحقيقه. احنا لازم نقول يعني الخبره اللي على مدى، مش عايز اقول لك يعني عشان بس ما حدش يعني على راي الزملاء، يعني انت شيخ الرياضيين وحكيم الرياضيين على مدى 50 سنة في العمل الاداري بعد ما اعتزلت كرة القدم، الحقيقة بأسعد بان انا اقدر اقدم حاجة لبلدي او لزملائي. لكن انا سعيد بك الحقيقة دلوقتي حتى في الحوار اللي انت بتتكلم، انك انت حدثت عن المشيرة بغزالة، وانت تعلم ويمكن كثير يعلموا انه صديق عزيز ليا منذ يعني عرفت عليه وهو وزير دفاع في سنة 88 حتى وفاته. يعني الراجل ده يعني الحقيقة اثر في حياتي وعلمني الانضباط فعلا، وخلاني اعيش حتى هذه اللحظة مع المؤسسة العسكرية يمكن يوميا. فانا سعيد بما تحدثت فيه عن معادي، كنا بنسميه الباشا طبعا المشير ابو غزاله، فانت يعني اصيل الحقيقه احمد الحقيقه، اصيل فعلا انك انت يعني ذكرت اثره فيه، يعني ودي حاجه الحقيقه يعني وفاء الحقيقه، اشكرك عليه. دكتور حسني غندر، عايز اعرف من حضرتك العناوين الرئيسيه اللي بتشوفها في شخصيه الرياضي احمد ناصر، الكابتن احمد ناصر المسؤول في قطاعات رياضيه مهمه على المستوى المحلي والدولي، واللاعب او الرياضي السابق البارز، ايه ابرز الحاجات اللي حضرتك بتشوفها في شخصيته ككادر وقياده رياضيه من خلال تعاملاتك معاه؟ لا هو احمد طبعا الحقيقه دؤوب، يعني الحقيقه احمد يعني الظروف اللي مر بها منذ ان كان لاعب الحقيقه، وانا كنت يمكن في الفتره دي برضه يعني كنت برأس اللجنه الطبيه في اللجنه الاولمبيه وهو كان لاعب في روسيا، الحقيقه دؤوب ويعني تشعر فيه حتى عندما انتقل الى الاعلام ان هو حاطط هدف قدامه، وده مهم قوي 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 في حياتنا الرياضيه ان احنا يبقى لنا هدف. انا اعتقد من بدري احمد حاطط له هدف حقق الحقيقه، يعني يكفي ان هو النهارده بيترأس الكونفدراليه اتحادات الكونفدراليه لافريقيا كلها. دي حاجه طبعا منصب مش سهل، منصب كبير الحقيقه، وعلينا ان احنا يعني كلنا يعني هو داخل دلوقتي حتى اللي هو احمد على مؤتمر كبير جدا خاص بافريقيا، ويمكن برضه موضوع حساس جدا كنا بنعيشه لفترات طويله في افريقيا، الفساد الرياضي في افريقيا. الحقيقه موضوع كبير قوي قوي داخل عليه في شهر ديسمبر اللي جاي، يمكن بالتحديد في 6 ديسمبر. الحقيقه يعني مطلوب ان كل المؤسسات حتى اللي هي بتدعم الرياضه الحقيقه انها تقف معاه الحقيقه. فهو انا بشعر ان هو انسان دؤوب، ويعني ما وصلش لهذه المكانه الا بجهد كبير وبعطاء، وهو انسان الحقيقه من قمه راسه حتى قدميه مصري مصري بمعنى الكلمه، ويعشق هذا البلد الحقيقه. فيعني مطلوب من كل المؤسسات الرياضيه والمؤسسات اللي يعني بتدعم الحركه الرياضيه انها تقف معاه في جميع الانشطه بتاعته اللي هي الحقيقه بالذات دلوقتي خاصه بافريقيا، واحنا عارفين احنا افريقيا بالنسبه لنا ايه؟ طول عمرنا بنقول احنا امتدادنا افريقيا.
نعم. يعني احنا عايزين نتواجد في افريقيا الحقيقه، وهو من الناس المؤسسين حاليا دلوقتي للتواجد الرياضي في افريقيا. وحضرتك متاكد ده حاليا اتجاه للدوله بشكل عام على مستوى العمل السياسي والاقتصادي وكل المجالات، فبالتاكيد بيتماشى مع هذا التوجه للدوله فكره دعم كل الكوادر المصريه اللي لها ادوار في القطاع او المجال الرياضي تحديدا في افريقيا. بالضبط في افريقيا، ولابد ان احنا ندعمها ويعني الحقيقه نحافظ عليها، ما يعني لا نهاجمها ولا مثلا نحاول يعني نحركها من مواقعها، لا بالعكس يجب ان احنا ندعمها ونقف معاها. واعتقد الحقيقه على قمه العمل الرياضي دلوقتي يعني الاخ العزيز الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وهو راجل رياضي، يعني الحقيقه يعني بيدعم اللواء احمد ناصر تماما، لانه مقتنع بان هو عامل لنا مكانه، خصوصا واحنا يعني فخامه الرئيس النهارده بيتحدث ان الرياضه اصبحت امن قومي، امن قومي في مصر وفي افريقيا كلها. النهارده عشان تحارب الفقر في افريقيا، تحارب الارهاب، لازم من خلال الرياضه. لا خلاف، الرياضه عنصر اساسي لمحاربه هذا الفكر المتطرف. والحقيقه يعني احمد من الناس الحقيقه اللي بيعملوا في هذا المجال يعني بكل قوه وبشخصيه، الحقيقه انا بعتز بيه جدا الحقيقه، وربنا يعني الحقيقه يعيننا ان احنا نناقش معاه الحقيقه ونقدر نقدم له اي حاجه. ربنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه القيمه معنا في الحوار، الدكتور حسني غندر.